الحمد لله على صدقك وسلام الله على على صلته ثم سلام الله مع صلتي على نبي داب قد خال الدين عن التوحيد الحمد لله على صلته ثم سلام الله مع صلتي على نبي داب التوحيد وقد خال الدين عن التوحيد الحمد لله على صلته ثم سلام الله مع صلتي على نبي داب قد خال الدين عن التوحيد الحمد لله على صلته ثم سلام الله مع صلتي على نبي الحمد لله على صلته ثم سلام الله مع صلتي الحمد لله على صلته ثم سلام الله على نبي جاء بالتوحيد وقد خال الدين عن التوحيد الحمد لله على صلته ثم سلام الله ما صلى على نبي جاء بالتوحيد وقد خال الدين عن التوحيد الحمد الحمد لله على صلته ثم سلام الله ما صلته على نبي جاء بالتوحيد قد خال الدين عن التوحيد الحمد لله على صلته ثم سلام الله ما صلته على نبي جاء بالتوحيد الحمد لله على صلته ثم سلام الله مع صلته على نبي جاء بالتوحيد وقد خال الدين عن التوحيد الحمد لله على صلته ثم سلام الله مع صلته على نبي جاء بالتوحيد وقد خال الدين عن التوحيد الحمد لله على صلته ثم سلام الله على نبي جاء بالتوحيد وقد خال الدين عن التوحيد الحمد لله على صلته ثم سلام الله ما صلته على نبي جاء بالتوحيد وقد خال الدين عن التوحيد الحمد لله على صلته ثم سلام الله ما صلته على نبي جاء بالتوحيد الحمد لله على صلته ثم سلام الله ما صلته على نبي جاء بالتوحيد وقد خال الدين عن التوحيد الحمد لله على صلته ثم سلام الله ما صلته على نبي جاء بالتوحيد وقد خال الدين عن التوحيد الحمد لله على صلته ثم سلام الله ما صلته على نبي جاء بالتوحيد وقد خال الدين عن التوحيد سلام الله مع صلتي على نبي جاء بالتوحيد وقد خال الدين الحمد لله على صلته ثم سلام الله مع صلتي على نبي جاء بالتوحيد وقد خال الدين عن التوحيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم بارك على سيدنا مولانا محمد النبي المصطفى الكريم على آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة من تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتذعنا بها ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. نعم قال الشيخ رحمه الله تعالى رضي عنه نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله على صلته ثم سلام الله مع صلته على نبي جاء بالتوحيد وقد خال الدين عن التوحيد قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه نعم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى نظمه المبارك الميمون بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، حيث بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء في الحديث: ما من عمل أو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر، وفي رواية فهو أجدم. قال شراحه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك فقالها في مناسبات عديدة، فتارة قال لهم: كل أمر ذي بال لا يبتدأ بسم الله فهو أقطع، وتارة قال لهم فهو أجدم، وتارة قال لهم فهو أبتر، دل على أنه أكد على ذلك في مناسبات عديدة. وفعله صلى الله عليه وسلم في بداية كلامه وفي رسائله ومخاطباته، يعني يبدأ بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الحديث أن كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه، هذا رواه الخطيب في أداب الراوي والسامع، وصححه الإمام السبكي، وتابع في تصحيحه ابن حبان والحاكم. الإمام السبكي تابع في تصحيحه ما صححه وقبله الحاكم وابن حبان. وذكر هذا الحديث العيني في شرحه على البخاري، الإمام العيني في شرحه على البخاري ذكر هذا الحديث، والإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. ولا نكاد نجد كتاب من كتب العلماء إلا وهو يؤكد على البسملة ويثبتها الناظم أو المؤلف في كتابه شعرا كان أو نثرا. وقالوا بأن ذكر البسملة نثرا أولى وأفضل من كتابتها شعرا، لتوافق ما في الكتاب المبين، لتوافق ما في الكتاب، ما في الكتاب المبين. بها افتتاح كتب العلم استقر، كما قال شيخنا الشيخ محمد الحسن الخديم: بها افتتاح كتب العلم استقر. اكتب هذا: بها افتتاح كتب العلم استقر، بها افتتاح كتب العلم استقر من عمل المصنفين واستمر، من عمل المصنفين واستمر. بها افتتاح كتب العلم استقر، بعمل في عمل المصنفين واستمر، بعمل المصنفين واستمر. فمن هنا استحبابها قد ألفا، فمن هنا استحبابها قد ألفا، بدءا لمن يريد أن يؤلفا، فمن هنا استحبابها قد ألفا، بدءا لمن يريد أن يؤلفا، ومن هنا استحبابها قد ألفا، لمن يريد بدءا لمن يريد أن يؤلفا، ومن يجود كتبها لله جل، يقصد تعظيما ينال غفر الزلل، ومن يجود كتبها لله جل، اللي يحسن كتابتها عند البداية يحسن كتابة البسملة، جاء من أحسن من كتبها وأحسن يجود كتبها تعظيما لله عز وجل، يستوجب غفر الذنوب، لا يكتبها يستوجب غفر الذنوب. ومن يجود كتبها لله جل، ومن يجود كتبها لله جل، يقصد تعظيما ينال غفر الزلل، يقصد تعظيما ينال غفر الزلل. ومن يجود كتبها لله جل، ومن يجود كتبها لله جل، يقصد تعظيما ينال غفر الزلل، يقصد تعظيما ينال غفر الزلل. بافتتاح كتب العلم استقر من عمل المصنفين واستمر، قد ألف بدءا لمن يريد أن يؤلفها، ومن يجاوز كتبها لله جل، يقصد عظيما لغير غفر الزلال. ومن هنا كتب العلم استقر من عمل المصنفين واستمر، ومن هنا
ذنبها قد ألفا من الإيمان يريد أن يؤلفا ومن يزاود كتبها لله جل ما جاء كذلك في الأثر أنه المعلم إذا كتب للصبي أو لطالب العلم بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله له براءة من النار وللمعلم ولوالده وللمتعلم ولوالده لوالد المتعلم. فالبسملة شأنها عظيم شأنها عظيم، كل أمر ذي بال لا يبتدأ به فهو أقطع في رواية فهو أبتر في رواية فهو أجدم. والباء هنا للمصاحبة أو للاستعانة، للمصاحبة كقول الله تعالى قلنا يا نوح اهبط بسلام، قلنا يا نوح اهبط بسلام مع سلام، أو للاستعانة كما تقول الاستعانة بسم الله ونحن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة بالله وبأسمائه، استعانة بالله وبأسمائه بسم الله. وقدم الجار والمجرور ليفيد الحصر على أن البداية باسمه لا باسم غيره، وقدم لفظ الجلالة لأنه خاص به فهل تعلم له سمية، وقدم الرحمن على الرحيم لأن الرحمن لا يوصف به غيره، ما كانش اللي ينقال له الرحمن لكن الرحيم تطلق على العبد كذلك، بالمؤمنين رؤوف رحيم، نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبسملة كلام فيها طويل، كلام طويل وعريض في الاشتقاق في اشتقاقها في إعرابها في أحكامها، لكن هي تطلب في كل أمر ذي بال. أما الأمر عياذا بالله اللي هو حرام ما يجوز تقول فيه البسملة، وإذا قصد به الاستهانة والاستخفاف قد يؤدي به الكفر، كالذي يحصل خمر عياذا بالله يحصل خمر يشرب الخمر يقول بسم الله، هذه مقبولة يشرب الخمر يقول بسم الله، هذا هنا حرام، إذا قصد بها الاستخفاف بالله يكون كفر. كذلك المكروه كلعب الشطرنج على قول بالكراهة، في قول على بالتحريم لكن فعل لعب الشطرنج على القول بالكراهة قالوا يقرأ إنه من اللهو يجي يقول بسم الله، ها ذلك يلعب الكرة يسجد قامش ها يسجل هدف فخلاص لا تقول فتح بيت المقدس يسجد لله شكرا لله. شوف إذا كان عمل مكروه مكروه، وإذا كان محض ذكر مثل الحوقلة ما تقول بسم الله، لا مثلا ذكر فيه لا حول ولا قوة إلا بالله تكتفي بها، إذا كان محض ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله أو محض ذكر حسبنا الله ونعم الوكيل ما لأنه هو ذكر نفسه ما يحتاج إلى بسم الله، إلا إذا شرعت الشريعة أن يبسم الله له يعني فهو ذلك. مثل الأذان ما يجي واحد يأذن يقول بسم الله الله أكبر، ما يجي هو ذكر من أوله يبدأ الله أكبر، ما يقول ما يحتاج إلى هو محض ذكر. كذلك الصلاة واحد يجي يقول بسم الله الله أكبر وش يصلي ما كانت كين أمام القراءة، أمام القراءة هذا كلام للفقهاء فيها قبل القراءة، أما إذا كان عند الصلاة ما عند الصلاة قالوا ينبغي أن يدعو اللهم أتني ما تؤتي عبادك الصالحين عند قبل تكبيرة الإحرام، اللهم أتني ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم اغفر صغائري وكبائري وتقبل توبتي واجعلني من عبادك الصالحين قبل تكبيرة الإحرام مثلا، أو أحاديث. لكن يقول يجعل مكان التكبير يجعله بسملة، ما هذا الشريعة عينت ذكرا خاصا في بداية هذا العمل، هو من أعظم الأعمال كالصلاة وهو بدايته تدخله بالتكبير ما تدخله بالبسملة مثلا. إذا كل أمر ذي بال ما لم يكن حراما أو مكروها أو قالوا ليس مكروها لذاته، أما إذا كان مكروها لغيره فلا تكره البسملة، مكروها لغيره كالذي يأكل البصلة ويذهب إلى المسجد وهو لا ينظف فمه، قال مكروه لغيره أن يأكل البصل وهو يريد أن ذهب إلى المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم من أصاب من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا، الشريعة طالبة منا النظافة، ماشي البيت الله وانت داير في فمك حاجة خبيثة نجسة، ما هذا لا شوف
البسملة ما تكون، قالوا هنا مكروها لغيره كالذي يأكل بس. أما إذا علم أنه يأكل وينظف فمه ويدفع ما ألم به من رائحة فهذا لا حرج، هذا لا حرج. وخصوصا وقد تيسر الحمد لله بمزيلات الروائح من الفم ومن غيره. إذن كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بسم الله فهو أقطع في رواية فهو أبتر، وفي رواية فهو أجدب. والرحمن ذكر أنها رحمة عامة، رحمة عامة لسائر الخلق جميعا. وأما الرحيم رحمة خاصة للمؤمنين لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيمة، وكان بالمؤمنين رحيمة. وقيل الرحمن المنعم بجلائل النعم، والرحيم المنعم بدقائقها. وقيل الرحمن النعم الدنيوية، والرحيم النعم الأخروية. وقيل الرحمن خالق النعم، والرحيم موصلها. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيبه سيدنا عمير بن أبي سلمة، قال له كل بيمينك وسمي الله وكل مما يليك، وسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وشكى له رجل ألما يجده، فقال ضع يدك على ما يؤلمك وقل بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا، إن الله يدفع ما بك من ألم. سنن يجعش موضع حط دي على ما يؤلمه ويقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا. وهي مندوبة البسملة، وقد تجب مندوبة في أعمال كثيرة كاللبس والنزع والغلق والفتح والصعود وصعود المنبر وتغميض الميت، كما قال صاحب المسالك نعم، كالغسل والتيمم والغلق والإطفاء والدخول واللبس والضد وكالمأكول. يعني ما جاء في الحديث وأطفئ المصباح وسمي الله، وأوكي الإناء وسمي الله، وأغلق الباب فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلق وسمي الله. الحديث كل علامتنا السنة أن نسمي الله في هذه الأمور. وعند نزع الثوب أن يسمي الله، فما بين عورات ما بين أعين الشياطين وعورات ابن آدم أن يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو. والإنسان إذا كان يمشي يتكشف ما يسمي الله يخشى أن يؤذى بنظرة الشياطين، بسم الله الذي لا إله إلا هو. وعند الدخول إلى البيت بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، على ربنا توكلنا، أو بسم الله ما الولوج وبسمك اللهم الخروج، كما جاء في الحديث. ثم يسلم على أهله ويكون بركة وحرز له ولأهل بيته. شوف البسملة. الله تعالى أخبرنا عن سيدنا نوح في بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. بسم الله سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين. هذه دائما تكون على بال الإنسان في كل أحواله أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. والغلق والإطفاء والدخول والضد واللبس وكالمأكول لحد وتغميض صعود منبر. لحد أن يضع الميت في قبره يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغلق واللحد وتغميض صعود منبر. نعم صيد اذبح، نعم وطأ الركوب، الوطأ والركوب والنحر، لكن النحر يكون فيه واجب. بسم الله النحر يكون واجب، فمن تركه اختيارا لا يؤكل. قال لا تؤكل. إذا ترى عالم المفروض يقول بسم الله عند النحر ما يسمي الله عليها عمدا. قال أقوال بعض فقهاء أنها لا يؤكل. وفي من قال المسلم بسملة فيه ضمنية، فنطق بها زيادة في التقرير اللي هو مقر بها باطنيا. نعم. وابتدأ بالبسملة ابتداء حقيقيا حتى يتقدم اسم الله تعالى، وذلك من نعمه أن يوفقك الله لأن تبدأ أمرك باسمه. بسم الله، اقرأ باسم ربك، وتأتي الحمد لله تبعا ابتداء إضافيا حتى تكون الحمد لله على ما يسر الله من توفيق للبداية باسمه.
لأن جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بسم الله، وفي أحاديث آخر كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بالحمد لله. وكيف يجمع بين الحديثين؟ هل يبدأ بالبسملة أو بالحمد لله؟ قالوا بأن البسملة يبتدأ بها ابتداء حقيقيا لا يتقدم أمامها شيء، والحمد لله يبتدأ بها ابتداء إضافية أي أنها تقدم أمام المقصود، وإن تقدمها هي في نفسها شيء آخر قبلها مما يطلب في البداية. ما يطلب في البداية، والفعل الذي يقدر للجار والمجرور يتعلق به في البسملة يكون مناسبا للمقام، مناسب المقام. فالذي يأكل يشرب يقول بسم الله، تقدير بسم الله أشرب، والذي يلبس تقدير بسم الله ألبس، والذي يكتب بسم الله يقول بسم الله معناها أكتب، والذي ينظم يقول بسم الله معنى أنظم، وهكذا. فهذا الفعل يكون مناسب للمقام وقدر مؤخرا حتى يفيد الحصر، لأن تقديم العامل على المعمول على العامل يفيد الحصر. وكلام إن شاء الله يأتي في البسملة. والأصل في الاسم اسم همزة اسم تسقط في الدرج، تسقط في الدرج، وحذفها قالوا حتى يوافق اللفظ الخط، تقول بسم الله، ما في الأصل يتكتبها هكذا بسم والسين. وعظمت الباء لما جاء في فضل كتابتها مكبرة، وجدير بأن يعظم لسيما بداية الأمر. وبدأ بالباء فبي كان ما كان وبي يكون ما يكون، والباء بدأ بها مخفوضة. قالوا كل متواضع يعني منكسر مفتقر يستوجب الرفع عند الله سبحانه وتعالى، وأخذوا منه الإشارة في فكسرة بسم الله في الذكر أوجبت أو في نعم أوجبت لها رتبة التصدير في أول الكتب. تواضع إذا رمت التقدم وانكسر، فربك جل عند منكسر القلب، فكسرة بسم الله في الكتب في الذكر أوجبت لها رتبة التصدير في أول الكتب. تواضع إذا رمت التقدم وانكسر، فربك جل عند منكسر القلب، فكسرة بسم الله في الذكر أوجبت لها رتبة التصدير في أول الكتب. تواضع إذا رمت التقدم وانكسر، فربك جل عند منكسر القلب، فكسرة بسم الله في الذكر أوجبت لها رتبة التصدير في أول الكتب. ولن والتواضع، قال سيد مولاي أحمد في وصيته، ولن والتواضع فالمعارف كلها كما قيل مثل السيل يسرع للوهد. أي واحد لقيتم متكبر فهذا يخشى عليه المهلكة. كيف يتكبر إنسان؟ تكبر بما ليس ملكا له، بما ليس يملكه، بما ليس من فعله، وإنما هو من فضل ربه. لكنه يا ليته يعرف. قالوا ما من صاحب معصية إلا يرجى له التوبة أو يرجى له الفتح، إلا المتكبر. ما من صاحب معصية إلا يرجى له التوبة أو يرجى له الفتح إلا صاحب الكبر، لقوله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، يطبع الله مطبوع على قلبه. والتواضع ليس هو بالتقدم ولا بالتأخر، إنما شيء في قلب الإنسان لا يجد نفسه احتقارا للآخرين ولا تعاليا عليهم، لكن يظهر هذا من كلامه من فعاله، لأن بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، هو رؤية النفس على الغير ورؤية الأفضلية على الغير. حذر من هذا، أن يغتر الإنسان بماله فقد هلك قارون، وأن يغتر بنسبه فهذا ابن نوح كان من الغرقى، أو يغتر بمكان صالح
فسيدنا آدم بعدما كان من الجنة هبط منها لكنه تاب فرفعه الله إلى أعلى ما كان مما كان عليه. ولو يغتر بجاه أو بعلم فبلعم بن بعوراء واتلو عليهم الذي آتناه آياتنا فسلخ منها فأتبعه الشيطان كان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعه فمثله كمثل كلب تحمل عليه يلهث تتركه يلهث. هذه نزلت في واحد كان يكتب الناس عليه 400 محبرة في اليوم يفرقها من تفرق بين يديه من إملاء العلم، ولكن مع ذلك أخذه غرته الدنيا وغره وأراد أن يعادي سيدنا موسى عليه السلام كما جاء في التفسير واتلوا عليهم نبأ الذي أتناه آياتنا فسلخ منها. فلا يغتر الإنسان ويحذر يكون متواضع، ولا يعني ينبغي له أن يتكبر بما ليس ملكا له، ما هو انت أوقع. لكن الله ينبهنا من الغفلات. إذن هذه البسمة لابد يتبل بسم الله. نعم إن شاء الله نشرح المقصود والحمد لله غدا إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا، أقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا وأخلات قياء علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا وأصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تخشى من إلى الحق دعنا ووفى، بكتاب فيه للناس وعن الآل كرام الشرفاء وعن الصحب المصابيح الغرام. التواضع ينبغي له، قال لذلك يهضم نفسه بتسوية النعال، يسوي النعال للناس يهضم نفسه يتعلمها كيف يهضمها، وينظف الخلاء بيت الخلاء يميط الأذى، هذا يذهب الكبر على الإنسان، ويخدم الناس يخدمهم ويعني يصب الماء على أيديهم إذا أرادوا الطعام والشراب، وكل في هضم للنفس وفيه في مرتبة عالية جدا. يعني كان شيوخنا دائما يعلمونا يقولون نعم ثلاثة عملها يسير وأجرها معظم كثير، إمساك دابة وتقديم النعال، كذاك صب الماء على يد الرجال. دائما يحضنا على هذا. ثلاثة عملها يسير وأجرها معظم إمساك دابة وتقديم النعال، كذاك صب الماء على يد الرجال. الله يذهب من قلوبنا الكبر والحسد، أن يصلي الإنسان وثوبه نجس هو أهون من يصلي وفي قلبه هذا الكبر أو الحسد أو الكراهية منهم. نظافة ثم النظافة، طهارة من أمراض الحسية والمعنوية، من أرجاس الحسية والمعنوية. ورجل يقرأ القرآن ويدرس العلم ويكثر من الذكر حتى يستقيم القلب، تستقيم الجوارح، يستنير العقل، تتهذب النفس، يولي إنسان زين. إنسان زين ما يديرش الحاجة الخايبة خلاص في أي وقت في كل الظروف. وإذا هو عاد زين يستوجب عطاءات الله وإكراماته. إن الله سبحانه وتعالى لما أنت تصفو لأجلك أنت، أما ربي ما كذر بشيء غير أنك تعدي حياة ناغصة منغصة عليك إذا أنت ما استقمتش، قاعد تراوغ كيف الثعلب ما ينفع. واحد من الطلبة يسأل قال
رجل تعدى على غيره بالضرب وأراد التوبة من ذلك، كيف يصنع؟